نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب معرضا فنيا لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، ويستمر حتى 13 من مارس الجاري، وذلك استمرارا لاحتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم. ويضم المعرض عددا كبيرا من منتجات وإبداعات أعضاء الجمعية في عدد من المجالات، وذلك بعد تدريبهم على أيدي نخبة من المدربين المهرة، فضلا عن توفير كافة المواد الخام اللازمة لإبراز قدراتهم الفنية. كما نظمت الجمعية مهرجانا رياضيا تضمن العديد من المسابقات التي اتسمت بالروح الرياضية العالية بين فرق الجمعية المتنافسة.